230 قتيلا في سوريا، بينهم 150 في ريف دمشق وحدها. النرويج ترفض طلبا امريكيا بتدمير اسلحة سوريا الكيميائية على اراضيها. بدء الحوار الوطني في تونس بعد تعهد خطي من العريض بالاستقالة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه نشرة الأخبار من قناة المجد، أهلا بكم. جمعة أكثر من دامية في سوريا والعالم في انتظار جنيف الثاني. وفي تونس وبعد 3 أشهر من الأزمة، قطار الحوار ينطلق بين الحكومة والمعارضة. إلى تفاصيل النشرة. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن حصيلة قتل أعمال العنف والاشتباكات في سوريا الجمعة بلغت 230 شخصا، بينهم نساء وأطفال. وقالت الهيئة إن 150 من بين هؤلاء القتلى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة بريف العاصمة السورية دمشق، وقع بالقرب من أحد المساجد بقرية وادي بردة أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة. وأضافت الهيئة أن الأهالي تمكنوا من تفكيك سيارة مفخخة تحوي 150 كيلوغراما من المواد المتفجرة، والتي كانت متوقفة على مدخل جامع سعد الدين في ساحة الهامة القريبة من موقع الهجوم. وعلى الصعيد الميداني، قال ناشطون إن ميليشيات عراقية موالية للأسد نفذت مذبحة جماعية بحق 30 مدنيا ببلدة البويضة بريف دمشق. وأشار الناشطون إلى أن تلك الميليشيات اقتحمت البلدة وذبحت الضحايا بالسكاكين، والذين كان من بينهم نساء وأطفال. كلما ظن الأسد أن طائراته وقاذفاته قد قربت على إسكات صوت الثورة، تأتيه تلك الأصوات المنبعثة من حناجر الصغار لتؤكد أن رسالة واضحة مفادها أن إسقاط النظام يبقى الهدف الرئيس للثورة الشعبية. أصوات هؤلاء الصغار خرجت من حمص برغم سقوط قتلى وجرحى إثر قصف مدفعي استهدف بلدة مهين في ريف حمص الشرقي، كما تركز القصف أيضا على بلدتي صدد وحوارين. الدمار والخراب كان القاسم المشترك في أحياء ومدن حمص المحاصرة، فجولة في حيي القصور والخالدية ومدينتي تلبيسة والرستن تظهر آثار القصف المدفعي وغارات الطيران المروحي وإطلاق النار العشوائي من جانب قوات الأسد. أما ريف دمشق العصية فكان عرضة لوابل من القذائف والصواريخ، فاستنادا لما أعلنه ناشطون تعرضت بلدات وقرى الغوطة الشرقية إلى قصف مدفعي وصاروخي استهدف الأبنية السكنية بشكل مباشر، بينما كانت الغارات الجوية من نصيب بلدات يبرود والزبداني وعربين وبرزة وحرستة التي يسعى النظام إلى اقتحامها. إلا أن تلك القذائف التي أطلقها الجيش الحر على فرع المخابرات الجوية في حرستة كانت كافية لإجهاض تلك المحاولات. حلب كانت على موعد دام هي الأخرى، حيث دمر الطيران الحربي عدة منازل في أحياء البساتين والصخور وصلاح الدين. وعلى مرمى حجر دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات أسد على معبر جراج الحاجز الذي يسعى الثوار إلى السيطرة عليه. وكعادته يواصل النظام السوري سياسة الأرض المحروقة، ففي درعا أفاد ناشطون بأن قوات الأسد قصفت بيوت المدنيين في نوى لتضيف فصلا جديدا إلى معاناة المدنيين المحاصرين في المحافظة. هي الجمعة في سوريا إذن،
خرج في مدنها الآلاف يؤكدون أنه لا أمل ولا حل في مؤتمر جنيف الثاني الذي نعاه الأسد حتى قبل أن يبدأ. مشاهدينا، وقبل أن نتواصل مع منهل الحريري مراسلنا في سوريا، جاءنا الآن هذا الخبر العاجل. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن التلفزيون السوري بمقتل زعيم تنظيم جبهة النصرة في سوريا. ومتابعة لآخر التطورات الأمنية والميدانية على الساحة السورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مراسلنا منهل الحريري. منهل، ماذا عن آخر وأهم تطورات المشهد الأمني والميداني لديك، وآخر محصلة للتفجير الذي شهدته منطقة وادي بردة بريف دمشق اليوم؟ نعم رامي، يعني كما جاء في التقرير، الغارات الجوية لم تتوقف حتى هذه اللحظات منذ الصباح الباكر. اليوم كان بالفعل كان يوما داميا للشعب السوري في جميع المدن السورية، سواء في الجبهة الجنوبية أو في العاصمة دمشق، وكذلك في عاصمة الثورة حمص، بالإضافة إلى سائر المدن كبرى المدن السورية، حلب، بالإضافة إلى كفر الإذنبي، ويعني نبتعد أيضا عن دير الزور التي أيضا كانت حاضرة في الغارات الجوية استهدفتها اليوم. رامي، العدد حتى هذه الساعة هناك أكثر من 322 قتيلا على الساحة السورية، منهم 150 قتيل بتفجير السيارة الذي استهدف المسجد عند بوابة المسجد بعد خروج المصلين بعد ظهر هذا جمعة هذا اليوم في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى أن هناك أيضا 25 قتيل في مدينة إمخل في الجنوب السوري التابعة لمدينة زرعة، بالإضافة إلى أيضا بعض المناطق الأخرى في الريف والمدن السورية. نعم. أعمال العنف لا تزال متواصلة. أما ما جاء بالخبر من العاجل الذي تفضلتم به، فهذه ليست أول مرة للإعلان عن مقتل زعيم جبهة النصرة، وإنما كان قبل أيضا الإعلان عن مقتل زعيم جبهة النصرة محمد الجولاني، بالإضافة إلى أن الصور المفبركة التي أعلنت في تلك في ذاك تبين انها غير حقيقيه، وان محمد الجولاني لا زال حيا، وقد تكون هذه من فبركات النظام السوري. نعم. منهل الحريري مراسل المجد في سوريا، شكرا جزيلا لك. أعلنت المعارضة السورية أن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس وعددا من قادة مقاتلي المعارضة أبلغوا الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بأن حضور مؤتمر جنيف الثاني مرتبط بضرورة تنحي الأسد، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين في تركيا الليلة الماضية. وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو الإبراهيمي في أنقرة لمناقشة التحضيرات لمؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية. وخلال اللقاء أطلع الإبراهيمي أغلو على نتائج المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العرب ضمن جولاته الحالية التي قادته قبل قليل إلى قطر، حيث التقى أميرها تميم بن حمد. أكد وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري على أن الأزمة السورية تؤثر على المنطقة وعلى شعوبها. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أغلو في أنقرة، قال زيباري إنه لا يجب وضع شروط مسبقة لحضور جنيف الثاني المزمع عقده لبحث حل سياسي للأزمة. وأضاف الوزير العراقي أن على المجتمع الدولي مساعدة السوريين على وضع خارطة المستقبل لا التدخل فيها. من جهته أكد أغلو على ضرورة مشاركة دول الجوار السوري في هذا المؤتمر، حيث إن الحل لا يأتي بالوسائل العسكرية وإنما بالسبل السياسية والدبلوماسية بحسب تعبيره. رفضت النرويج طلبا من الولايات المتحدة بتدمير قسم من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية على أراضيها، معتبرة أن الجدول الزمني المقترح ضيق جدا. وأوضح وزير الخارجية النرويجي بورجي بريندي أن بلاده أجرت نقاشات مكثفة مع واشنطن بشأن الاستحقاقات المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة، إلا أن البلدين توصلا إلى تفاهم مشترك بأن النرويج ليست المكان الأنسب لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في شمالي لبنان بين موالين للرئيس السوري ومعارضين له، ارتفعت إلى 6 قتلى ونحو 50 مصابا بينهم ضابط في الجيش اللبناني.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المواجهات تجددت الليلة الماضية في مدينة طرابلس بين مسلحي منطقتي باب التبانة المؤيدة للثورة السورية وجبل محسن الداعمة لنظام بشار الأسد، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون. إلى تونس، حيث بدأت جلسة حوار بين أحزاب المعارضة والحكومة التي يقودها حزب النهضة والتي تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد للانتخابات. وتأتي تلك الجلسة في أعقاب تعهد رئيس الحكومة علي العريض بتقديم استقالته خلال 3 أسابيع طبقا لمقتضيات خارطة الطريق. ومن المتوقع أن تسفر تلك المحادثات عن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية. ضاقت الأزمة وعجز التونسيون عن حلها، فضحى العريض بمنصبه لتخرج البلاد من عثراتها. فبعد أيام من تصاعد لهيب الأزمة السياسية التي كادت تقتل الحوار الوطني في مهده على خلفية مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة المؤقتة، قدم رئيس الحكومة علي العريض رسالة خطية للمنظمات الراعية للحوار تتضمن تعهدا بالاستقالة خلال 3 أسابيع. تطور جاء غداة إعلان جبهة الإنقاذ المعارضة سحابها من جلسة الحوار التي كانت مقررة اليوم لعدم استقالة العريض. وفور وصول التعهد، دعا الأمين العام للاتحاد حسين العباسي المنسحبين إلى حضور جلسة الحوار الوطني بعدما تم تلبية مطالبهم. وأعلن العباسي أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ما زالت قائمة وسط أجواء إيجابية قد تمهد لانفراجة في الأزمة السياسية. دعوة لم يكن أمام المعارضة خيار إلا تلبيتها من خلال المشاركة في الجلسات التي تأخرت عن موعدها بسبب تلك المقاطعة. وبينما كانت الأمنيات بالتوافق هي المسيطرة على قاعة الحوار الوطني، ظل التجاذب بين الحكومة والمعارضة بالخارج بعدما عد القيادي في المعارضة قائد السبسي أن الجهات الخارجية تمتنع عن مساعدة تونس في ظل وجود حكومة العريض التي وصفها بالفاقدة للشرعية. ولاستمرار الضغط على الأطراف المشاركة للخروج بحل لتلك الأزمة المستعصية، واصل أنصار المعارضة التظاهر في ساحة القصبة المجاورة لقصر الحكومة بالعاصمة تونس للمطالبة بتطبيق خارطة الطريق التي تتضمن خروج حكومة العريض وإنجاز الدستور وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية. وفي المقابل، نظم أنصار حركة النهضة تظاهرة مؤيدة للجيش والأمن وسط العاصمة تعبيرا عن وقوفهم مع الجهات الأمنية في مواجهة الخارجين على القانون. وبينما لم يمر يوم على إعلان المجلس الأمني الأعلى جملة من القرارات لمواجهة ما وصفه الإرهاب، كانت العاصمة على موعد مع اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن سقط خلالها جرحى من الجانبين، فضلا عن توقيف عدد من المسلحين. متواصلون من المجد وفي نشرتنا بعد فاصل قصير. على خلفية التجسس الأمريكي، أوروبا تطالب واشنطن الالتزام بمدونة لحسن السلوك. أهلا بكم مجددا. اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة عدة مناطق بمدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة قبر حلوى شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال، وتوجهت مجموعة منهم صوب شارع بيت ساحور في محاولة لإغلاقه. إلى مصر، حيث دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية مؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى التظاهر والخروج في مسيرات اليوم الجمعة. وقال متظاهرون إن قوات الأمن فرقت بعض المسيرات ووقعت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين ومجهولين بمناطق متفرقة.
وبحسب المتظاهرين فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة حاشدة بمحافظة الإسكندرية قبل أن تبدأ في اعتقال عدد من المتظاهرين المشاركين في المسيرة. وكذلك هاجمت قوات الداخلية مسيرة في مدينة سوهاج بصعيد مصر. إلى العراق، حيث قتل 12 شخصا وأصيب نحو 20 آخرين خلال هجمات متفرقة بالعراق. وأشارت مصادر في الشرطة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انفجار قنبلة داخل إحدى الأسواق في بلدة اليوسفية جنوبي بغداد، بينما شهدت مدينة بعقوبة شرقي البلاد عدة انفجارات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص. على صعيد متصل، اغتال مسلحون مجهولون موظفا يعمل بوزارة العدل في حي العامرية غربي بغداد. تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة الأحواز عاصمة إقليم عربستان الإيراني للاحتجاج على سعي السلطات لتجفيف نهر كارون الذي يخترق مدينة الأحواز الواقعة جنوب غربي البلاد. وتعتزم حكومة طهران نقل مياه هذا النهر الحيوي إلى مدينة أصفهان من خلال بناء السدود الكثيرة وحفر القنوات المائية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الكوارث الطبيعية وتهديد حياة المواطنين في مدينة الأحواز. قررت الخارجية الإسبانية استدعاء السفير الأمريكي لديها لطلب توضيحات عن عمليات تجسس على المسؤولين في مدريد. يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الفرنسية في تورط أجهزة الاستخبارات الأمريكية في هجوم معلوماتي استهدف الرئاسة الفرنسية في مايو الماضي. على الجانب الآخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مبادرة لإنهاء أزمة التجسس الأمريكي داعيا واشنطن إلى الالتزام بمدونة حسن سلوك. في محاولة من شأنها إطفاء مؤقت للهيب أزمة التجسس الأمريكي على أوروبا، أطلقت فرنسا وألمانيا مبادرة لإجراء محادثات محل صلة مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري. هذه المبادرة كشف النقاب عنها رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي خلال اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل الذي ركز بشكل رئيس على مناقشة أزمة التجسس. Heads of state and government underlined the close relationship. رؤساء الدول أكدوا متانة العلاقات مع الولايات المتحدة وضرورة الشراكة معها، لكن القادة أكدوا ضرورة أن تكون هذه الشراكة قائمة على الثقة والاحترام. وفي حال عدم وجود ثقة فيما يتعلق بالتنصت على الدول الأوروبية، فيجب التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الملف. التطورات الراهنة في هذا الملف تجيء بعد استدعاء وزارتي الخارجية في فرنسا وألمانيا سفيري واشنطن لديهما لطلب توضيحات بشأن هذه الأزمة، خصوصا وأن الدولتين أكدتا أن التنصت بين الحلفاء أمر غير مقبول ويضر بالعلاقات بين الدول. فضيحة التجسس الأمريكي خرجت للنور عبر كبريات الصحف الأوروبية التي نشرت هذه المعلومات نقلا عن وثائق سرية سربها موظف وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق إدوارد سنودن اللاجئ حاليا في روسيا. رد فعل البيت الأبيض جاء بنفي أن تكون واشنطن قد تجسست على أي من حلفائها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من حق أي دولة في العالم حماية أمنها القومي عبر هذه الوسيلة. واستمرارا لمسلسل القلق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية منذ كشف سنودن عن هذه الوثائق، حذرت الولايات المتحدة بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية من أن وثائق سنودن تحتوي على تفاصيل بشأن طريقة تعاونها السري مع الإدارة الأمريكية بحسب ما ذكر الصحيفة واشنطن بوست. الصحيفة أشارت أيضا نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها في الإدارة الأمريكية، أشارت إلى أن من بين تلك الوثائق ما يحتوي على معطيات حساسة بشأن برامج موجهة ضد بلدان مثل إيران وروسيا والصين. تسريبات هذه الفضيحة بدأت ويبدو أنها ستستمر إلى حين من الوقت، إذ أفاد صحيفة الجارديان بريطانية نقلا عن وثائق سرية لسنودن بأن مسؤولا في الإدارة الأمريكية سلم وكالة الأمن القومي قائمة بأرقام هواتف 35 زعيما حول العالم من أجل التنصت عليها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
تركيا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي فتح فصل تفاوضي جديد بشأن انضمام أنقرة. أهلا بكم مجددا. وكما جاء في التنويه، أعلن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أجمان باجيشان أن قرار الاتحاد بفتح جانب جديد للنقاش بشأن محاولة تركيا الحصول على عضوية الاتحاد يعد علامة إيجابية، غير أنه انتقد الدول التي تعوق المزيد من المحادثات ولا سيما قبرص بسبب نزاعها مع تركيا على وضع الجزء الشمالي من الجزيرة. كان الاتحاد الأوروبي وافق هذا الأسبوع على بدء مناقشة السياسة الإقليمية مع تركيا، وهي المحادثات الأولى من نوعها منذ 3 سنوات. في أفغانستان قتل ضابطان وأربعة جنود أفغان جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق غرب البلاد. وقال نجيب الله نجيب الناطق العسكري باسم الجيش الوطني الأفغاني إن القتلى الستة لقوا حتفهم عندما صدمت مركبتهم قنبلة مزروعة على جانب الطريق في منطقة أدراسكان بولاية هيرات غربي البلاد. أصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من حصول تسونامي في 5 مناطق بعد زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحلها. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة كيودو عن الأرصاد الجوية. وأضافت الوكالة أن العاملين في محطة فوكوشيما النووية التي تعرضت لأضرار بالغة جراء تسونامي في عام 2011 تلقوا أمرا بإخلائها، وذلك نقلا عن الشركة التي تدير المحطة والتي أكدت عدم تسجيل أضرار فيها. احتجت اليابان على قيام كوريا الجنوبية بإجراء مناورات عسكرية في مجموعة جزر متنازع عليها في بحر اليابان. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوغا إن المناورات التي نفذها سلاح البحرية الكوري الجنوبي وخفر السواحل على مجموعة الجزر المتنازع عليها تعد انتهاكا لسيادة اليابان، وشدد على أن هذه الخطوة غير مقبولة تماما. أعلن الجيش النيجيري مقتل 74 مسلحا من جماعة بوكو حرام خلال عملية عسكرية الليلة الماضية في ضواحي مدينة مايدوغوري الواقعة شمال شرقي البلاد. وأشار مصدر عسكري إلى أن هذه العمليات شملت معارك برية وهجمات جوية، وأدت أيضا إلى تدمير معسكرات تابعة لمسلح جماعة بوكو حرام. سيطر رجال الإطفاء الأستراليون اليوم على حرائق غابات منطقة سيدني للمرة الأولى منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، ويكافح آلاف الأشخاص منذ 9 أيام لإخماد الحرائق التي دمرت أكثر من 200 منزل وأسفرت عن قتيلين وأتلفت أكثر من 124 ألف هكتار بولاية نيو ساوث ويلز الأكثر ازدحاما بالسكان في أستراليا. توفي الداعية السعودي والمربي فضيلة الشيخ سعيد بن عبد الله الدعجاني في جدة، وذلك قبيل صلاة الجمعة عن عمر يناهز 97 عاما. وأدى الآلاف صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء. ويعد الشيخ الدعجاني من الرعيل الأول ممن نشط في الدعوة مبكرا، وقد صرف معظم حياته في تعليم المسلمين القرآن وأصول التوحيد. كذلك كان رحمه الله من أوائل مؤسسي جمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة. وتنعى شبكة قنوات المجد ورئيس مجلس إدارتها الدكتور حمد الغماس تنعى الداعية الكبير سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. في ختام نشرتنا هذه إلى حضراتكم أهم ما ورد بها من عناوين: 230 قتيلا في سوريا بينهم 150 في ريف دمشق وحدها. النرويج ترفض طلبا أمريكيا بتدمير أسلحة سوريا الكيميائية على أراضيها. بدء الحوار الوطني في تونس بعد تعهد خطي من العريض بالاستقالة. من قناة المجد قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. من الجميع لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.